أكدت سعادة السيدة سارة أحمد بوحجي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض التزام الهيئة بمواصلة بذل جهود متكاملة مع الشركاء الإقليميين في قطاع السياحة لتطوير وتنويع المنتج السياحي في مملكة البحرين وزيادة مساهمة هذا القطاع الواعد في التنمية الاقتصادية. جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات النسخة 53 لكونغرس إسكال الأسيوي للسياحة التي تستضيفه مملكة البحرين بمشاركة 120 عضوا من أندية إسكال الأسيوية ومن رواد قطاعات السفر والسياحة والضيافة والطيران على مستوى القارة الآسيوية. وبيّنت الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض أن قارة آسيا تعتبر من الأسواق السياحية الرئيسية المستهدفة ضمن استراتيجية السياحة لمملكة البحرين 2022-2026. أكثر من 120 عضواً من نادي إسكال اجتمعوا في مملكة البحرين بهدف تبادل الخبرات والمعارف في مجال السفر والسياحة والضيافة خلال هذا الحدث الاقتصادي السياحي المهم الذي ناقش الكثير من القضايا. تستضيف مملكة البحرين اليوم كونغرس إسكال الآسيوي للمرة الخامسة على التوالي. طبعاً كونغرس إسكال هي المنصة اللي إحنا نروج من خلالها مملكة البحرين كوجهة سياحية معتمدة للسياح. الحمد لله اليوم عندنا أكثر من 120 عضو مشارك طبعاً من مختلف القطاعات، من قطاعات الضيافة، من الطيران. فالحمد لله نشوف أن اليوم مملكة البحرين تقدر تستقطب طبعاً أكبر عدد من المؤتمرات والمهرجانات. الحمد لله نشوف أن الكل اليوم يعني يحب أن يسمع من البحرين وشنو اللي البحرين توفره. مثل هالمهرجانات إحنا يكون لنا الدور المهم والدور الرئيسي أن إحنا نبرز مملكة البحرين ونبين المقومات والمعالم اللي عندنا كمقومات سياحية ومعالم ثقافية. السنة دورنا إحنا في البحرين وهذه خامس مرة نعقد المؤتمر، ومؤتمرنا 53 لأندية اجتماعات أندية إسكال في العالم. طبعا الحضور كلهم من قطاع السياحة والضيافة، وهذه المقصود أن احنا نقوي علاقات العمل بين البحرين وبين الدول هذه، نعرفهم على الإمكانيات اللي البحرين ممكن تقدمها للسواح لرجال الأعمال. تنشيط الاستثمار السياحي والتعريف بالوجهات السياحية ومواصلة مسيرة العمل في تطوير القطاع السياحي كانت من أبرز المواضيع التي طرحت على طاولة الحوار من قبل الخبراء والمختصين في هذا المجال. طبعا استضافة المؤتمر إسكال 53 البحرين، طبعا هذه المؤتمر الآسيوي للمنطقة، طبعا في كثير من دول الآسيوية اللي بتحضر هذا المؤتمر، وبيكون برامج شائقة من ضمنها في اللي هو البي تو بي مع شركات السفر والسياحة بين البحرين والسعودية، ونعرف الناس على القطاع السياحي أو مدى قوة القطاع السياحي في البحرين. المؤتمر هذا بالذات جلب ممثلين آسيا، فهذه نفس العملية تعزز الموقع السياحي للبحرين والخليج وتعرف الإمكانيات السياحية لهالدول هذه. فخورين أن نستضيف هاي المؤتمر في البحرين على أساس أنه طبعا هذه يجمع الخبرات الفندقية والسفريات بشكل عام للمنطقة ككل، يعني بالإضافة إلى الاشتراك بالأفكار كمجمل على مستوى آسيا بشكل عام. كونغرس إسكال الأسيوي السياحي حدث هام للتعريف بالقطاع السياحي ومؤسسات السفر والضيافة والخدمات في مملكة البحرين بهدف تعزيز العلاقات وفتح آفاق للتعاون المستقبلي. السياحي لهذا العام وتحديدا في المنامة لتؤكد قوة البنية التحتية السياحية ووجودها كعامل جذب سياحي في المنطقة. شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.